غدا نتغدى ان شاء الله. شو اسمه انتم الطلبجي هذا ولا ايش؟ كل حاجه عصاير وغيره. عارفه عارفه دائما اتغدى هنا. ها؟ وانا جاي ان شاء الله. رايحين الاهرامات. خلت التاكسي ينزلني هناك قبل النقطة هذه علشان اتمشى. اتمشى كده حضرتك. طبعا قبل البوابة تلاقي ما يسمى بالبازار. بازار متحف الفرعون منتجات خان الخليلي. يعني بيبيعوا الاشياء هذه اللي انت تشوفوها. كمنبك مرحبا بك منين يا باشا؟ هنا عندنا المعرض، عندنا المعرض البردي هنا. عرفتكم يطلع لنا 100 مره جي هنا. تاخذ فكره بس. والله عارف. والله ما تكسب اخر. والله عارف. لا لا عاد مستعجل والله يستنوني الناس. ها؟ وانا راجع ان شاء الله. تاخذ كريتا؟ كريتا ايش؟ انتور؟ لا 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 لسه لسه والله لسه جاي اسال. بعدينك سعر حلو. مش مساله والله سعر. انت راجل عارف المحترم. الله يعطيك العافيه. تذاكر من هنا. عارف عارف. ها؟ عارف عارف. تبقى حنطور زي كده بوش؟ كان يجي الرحلة كلها. والله يعرف. شوف الهرم الكبير والثاني والثالث والأهرامات والبرورامة والرحلة كلها. أنا عارف والله أنا مش أول مرة أجي هنا. ما أنا عارف أنت رجل. أنا والله حبيتك أول ما شفتك كده يعني عاد نستفتح منك بس. يا سيدي الله أحبك الله الذي أحببتنا. نعم بالله. به. وإن شاء الله وحنا طالعين إذا في نصيب ورزق نجيناك. السلام عليكم. وإذا بقى اللي اسمه إيه الحنطور؟ هذا الحنطور ابو كفرين انا صراحه ما احبه. ليه؟ قول لي. وده اللي اسمه الحنطور الطبر الصبر جميل. الصبر جميل. تعرف مفتاح الصبر ايه؟ كم؟ 14. دخل عربي؟ اه. ما ادخل معك فيزا؟ ايوه عارفه عارفه انا جاي مجهول مش اول مره. لا خفيت قلت انا بوسع الكور بيدخل لك جوه. عارف عارف شكرا جزيلا. لا لسه لا معي ناس يستنوني. السلام عليكم. شكرا. الكرتة مكتوب عليها الصف جميل. وهنا انا بس ترى قاعد اصور عشان ما اطلع صور. خلاص يعطيك العافيه شكرا. داخل داخل. لا شكرا بس بصور بس. مسموح؟ لا عادي. هذا الحصان كم هذا الكبير؟ هذا غير فلوس خالص. كم سعره؟ للزبائن للجمهور يعني عشان ياخذوا فكره. نعم 800 800 جنيه اخره يعني. والجمل؟ والجمل عامل 1000. ماشي الله يعطيك العافيه شكرا. يلا سلام. ها؟ مش عايز تاكل؟ مش عايز يا ابن الحلال. وليه وهذا ايش؟ في خش انت هتخش من هنا بس لازم يكون في تيكت. ايوه من اخر تيكت مش من هنا تيكت. انا بقول لك انت تاكل من هنا. انت يا راجل انا باخد من هنا دايما. تعال اسحب روح اسحب هناك. لو جيت تاكل هنا يعني مش عايز يسكر. تعال راح كويس. مرحبا مرحبا. التيكت التيكت رقم مش من الفيزا منين؟ السعوديه حبيبي. تعال تعال تعال
لحالك ولا معك حد؟ لا الواحد الواحد. استغربت انا زمان جاي من هنا. معك معك تعال تذاكر هنا. معك فيزا؟ ايوه معي فيزا. ليش يعني ناقلين هم من هنا؟ التذاكر كانت هنا وجابوها هنا. ايوه انا اذكر اخر مره جيت كانت من هنا. ايوه نقلوها. نقلوها. طب ما حدش اداني خبر يعني ولا حد قال لي يعني ما ينفعش كده خالص حضرتك احنا كده هناخد الاهرام نحطها عندنا ماشي احنا نوديها في طياره الله يسلمك والله نوديها في طياره ولا يهمك هتاخدها وانت مروح حته هرمايه كده جيب لك يا باشا اللي انت عايزه اسمك ايه شيخ ابو سالم ايه ابو سالم ابو سالم والله في كاش عندهم ماشي يلا يعطيكم العافيه شكرا في كاش حظك حلو ب 60 السلام عليكم طلع 60 جنيه انت بقى انت بقى ماشي ماشي السلام عليكم كم تذكر يا باشا سعوديه الله يسلمك هاو ماتش عاملك معاملة مصرية 60 جنيه كبير طب ما تعمل لي معاملة ايه تاني غير المصري ايه تاني استغفر الله العظيم قول يا كبير قولي لي هذا خلق دخله بالله يفتيك تفضل حضرتك مين يا فندم؟ واحد ولا عنده واحد؟ انت صاحبي دولار اتوقع اعطيتك يا انا عارف الطريق لا مشي انا عارف الطريق خلاص الله يرضى عليك مع السلامه انا قاعد اصور يلا انا قاعد اصور يا جماعه خلاص الله يعطيكم العافيه شكرا جزيلا ممكن تصور بقى جوه كل حاجه جوه وتصورها جوه حضرتك ما انا عارف انا مش اول مره اجي ما انا قلت لكم انا 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 جيت انا ساعدناك في التذاكر انت انا بنساعدك انا انا ايش هنا بنساعدك بس سيدي الف شكر التذكرة حطيناها التذكرة حطيناها التذكرة مش حاجة حلوة منك انت بقى كده يجيب حاجة برد ولا حاجة شكري لي باشا طريق الهرم من هنا والتذكرة ب 60 جنيه للمصري ما شفتوا قصرنا تذاكر من هناك وجينا من هنا الدخول ما انا عارف حضرتك انا عارف ما انا شايف حضرتك يا عم الحق انا شايف كل حاجه بعيني انا عندي عينين اثنين ربنا يديك الصبر ده غير العقل وغير الركب و... ربنا يديك الصبر ايش ما يطفي هذا يعني Ich bin nicht mehr